توماس جون مارك، واقولها واقولها علنيه، ما جاش يجي يخدم الساكنه، جا السياحه. وهذا اليوم المغرب الجديد والاشاره اللي عطى صاحب الجلاله، ان كل واحد الموقع ديالو خصو يتحمل المسؤوليه ديالو. وانا الان الاوان نبي نخدمه بجديه، لان الوطن ديالنا محتاج. ولكن لما جعطيناه 6 شهور وهو يتماطل يتلاعب. نزيدكم نقطة اللي أفاضت الكأس، العمال اللي خرجوا وباقي المسلسل النضالي غيطول، أن العمال مقرات ديال التعاضدية وديال العمل الاجتماعية موجودة في بناية آيلة السقوط، بمحاضر من المختبر الوطني ديال البيديزو كيأكد أن بناية آيلة السقوط. وتعاملنا بدلوا جميع العمال، ان المرافق ديال 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 التعاضديه وديال العمل الاجتماعي وديال الكاتب العام وديال ديال ديال النقابه ما عطاوهم حتى شي اهتمام. ولكن اليوم نحن سناد ناخذ المعركه، واخا يكلفنا اللي بغى يكلفنا، لان هذا المدير اللي جان هنا جاي يخدم في ساكنه مدينه طنجه، مشاريع اللي عطى صاحب جلاله مشاريع قويه، وخص فريق اللي يكون في الماء والكهرباء والضوء ويخدم الزبناء في المستوى ويحفل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.